أهلا بكم في مرايا. حديثنا اليوم عن الخلفية المذهبية التي تحولت إلى هوية سياسية واجتماعية للجماعة الانقلابية في اليمن، نعني جماعة الحوثي. إذن حديثنا اليوم عن فرقة الزيدية التي يعتبرها بعض المؤرخين بحق هي أكثر التيارات الشيعية هيجانا وثورانا على مدار التاريخ، أكثر من الإمامية الاثني عشرية، هذا الاتجاه وهذا المذهب الذي تمثله دولة مثل إيران اليوم. الزيدية هي نسبة لزيد بن علي زين العابدين ابن الحسين، خرج ثائرا على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك وقتل في العراق سنة 122 هجري، ثم خرج من بعده ابنه يحيى ابن زيد ولقي نفس المصير. لم يتوقف الثوران الزيدي أو العلوي كما كان يسمى في وقتها أو آل البيت على العهد الأموي المشيطن طبعا في الأدبيات الشيعية، بل وصل إلى العهد العباسي أبناء عمومة آل علي والذين ثاروا مثلهم على الأمويين بحجة استعادة الحق الحكم للرضا من آل محمد أو آل البيت، لكن بعد وصول العباسيين لسدة الحكم استبدوا به دون بني عمهم العلويين وقتلوا من العلويين أضعاف ما قتل الأمويون وبطرق أكثر بشاعة، خاصة المؤسس الحقيقي للدولة العباسية أبي جعفر المنصور وأخباره معلومة. أقلق الزيديون استقرار الحكم العباسي في بلاد طبرستان عند العجم والديلم، وقامت لهم دولة هناك سنة 250 هجري، بل قامت لهم في مهد الخلافة العباسية دولة لاحقا هي دولة بني بويه تحت ظل الشرعية الإسمية للخليفة العباسي. كل الدول الشيعية عبر التاريخ ما عدا طبعا الفاطميين والقرامطة أو الصليحية، الإمارة الصليحية في اليمن وهي هذه دول إسماعيلية باطنية، لكن كل الدول والإمارات التي قامت في التاريخ الإسلامي هي دول مصنفة على الاتجاه الزيدي أكثر من كونها مصنفة على الاتجاه الإمامي الاثني عشري. المفارقة أن أول دولة قامت بتبني الإمامية الاثني عشرية كمنهج ومذهب رسمي هي الدولة الصفوية وما تلاها من دول في إيران وصولا طبعا للجمهورية الخمينية. اللحظة الأساسية في التاريخ الزيدي هي تأسيس العلوي الثائر للحكم الزيدي اليمني في الهضاب الشمالية من اليمن، وهو يحيى بن الحسين الملقب بالهادي، ولذلك من بعض أسماء الزيدية أو الاسم العام للزيدية هي الهادوية. لقب هذا الشخص بالهادي إلى الحق، وهو الذي أسس إمامة الزيدية في اليمن عام 283 هجري. وإلى أن تنازل هذا الطور الأول طبعا للطور الزيدي يؤرخ به من هذه اللحظة إلى تنازل الإمام الحسن المؤيدي للإمام القاسم بن محمد، كان ذلك سنة 1006 للهجرة. الباحثون يسمون هذه المرحلة بالطور الزيدي الأول في اليمن. أما الطور الثاني فهو ما عرف بالدولة القاسمية من الإمام المؤسس القاسم بن محمد، هذه السنة اللي حكينا عنها 1006 هجري، إلى الإمام البدر ولي العهد الإمام البدر بن الإمام أحمد الشهير الإمام أحمد حميد الدين، وبعد وفاته تولى ابنه البدر، ثم سقط حكم الإمامة عام 1962 ومعه انتهى عهد مديد من حكم الأئمة الزيديين على يد الجمهوريين أو أبناء الجمهورية الجديدة. كلمة انتهى الحكم الزيدي في اليمن بقيام الجمهورية ربما تكون كلمة مجازية. ليش؟ لأنه ظلت المقاومة العسكرية على يد بعض ذرية الإمام يحيى عدة سنوات، وكانت الحركة الحوثية نسبة لبدر الدين الحوثي الوالد أحد رموز الهاشميين، هم بيت من بيوت الهاشمية، وأيضا هو بنفس الوقت أحد شيوخ الزيدية المتطرفة المعروفة تقليديا باسم الفرقة الجارودية، وهي مظهر من مظاهر الشوق الزيدي الإمامي للعودة إلى حكم البطنين وحصره في هذه السلالة. الآن ما نراه هو فصل جديد من فصول الهيجان الزيدي، لكن هذه المرة بنكهة جديدة المذاق على اللسان الزيدي، حيث اختلطت عجمة الخمينية الفارسية بفصاحة همدان وخولان. نحن أمام أحد أخطر الفصول التاريخية، وهو الفصل الحوثي التكفيري في كتاب اليمن السعيد. طائفة دينية إسلامية ظهرت في منتصف القرن الثاني الهجري، أسسها زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الذي صاغ نظرية شيعية في السياسة والحكم تتميز بالابتعاد عن الغلو وتتبنى فكرة الخروج على الحاكم الظالم. لا يؤمن أبناؤها بالعصمة باستثناء عصمة النبي محمد، ويرفضون مبدأ الغيبة وتوارث الإمامة.
يقبلون صلاة خلف إمام سني، ولا يقرون زواج المتعة، ولا يمارسون التقية، ولا يقدسون القبور والأضرحة، ولا يحجون لها. تنتشر الزيدية في شمال اليمن، ويشكل أتباع المذهب الزيدي قرابة نصف تعداد سكان اليمن. أشهر علمائهم ومشايخهم الإمام الصنعاني والإمام محمد الشوكاني. مما يميز الاتجاه العام للزيدية، لا نتحدث طبعا عن الغلاة مثال الجارودية الحوثية، ولا إمام دموي متطرف مثل الإمام عبد الله بن حمزة لمن قرأ في تاريخ هذا الرجل. مما يميز الاتجاه الزيدي هو مرونة المذهب، أو قل الاتجاه أكثر حتى من كلمة مذهب، وانفتاحه على بقية التيارات والمذاهب الإسلامية، خاصة على الشافعية جيرانهم وأبناء وطنهم في اليمن، ورفضهم للغلو الإمامي الاثني عشري في سب أبي بكر وعمر وعائشة، ورفضهم أي الزيدية أيضا القول بعصمة الإمام. فالزيدية التقليدية في بعض مظاهرها الحقيقة نستطيع أن نعتبرها عنوان من عناوين الحيوية الفكرية في الحضارة الإسلامية. الزيدية لا يقولون بعصمة الأئمة، والزيدية لا يحددون الأئمة 12 إمام، والزيدية لا يؤمنون بالإمام المهدي المنتظر بالصفة التي يقدمها عليه 12 إمام. المدرسة الزيدية والمدرسة السنية مختلطتان حتى تكون كأنه خط واحد. فاتفاق الزيدية سياسيا أو فقهيا أو فكريا مع غيرهم لا يجعلهم منهم. هذا عن الزيدية التقليدية التاريخية، فماذا فعل بها الحوثي؟ الصراع داخل اليمن الذي اكتسب طابعا طائفيا ولو عن طريق المبالغة سلط الضوء على المذهب الزيدي وعلاقته بالحوثيين، وفي بعض الأحيان اختزل هذا المذهب المعتدل بالجماعة الحوثية التي يؤخذ عليها بحسب مراقبين محاولة تقزيمه عن طريق بعث نفس خميني فيه. صحيح أن الحوثيين ينتمون إلى الزيدية التي تعرف تاريخياً بأنها أكثر مذاهب الشيعة اعتدالاً وأقربها إلى السنة، إلا أنهم تبنوا نسختها المتطرفة المعروفة بالجارودية التي تميل إلى الغلو وتتماهى في بعض الأحيان مع الفكر الاثني عشري. ولعل أبرز تجليات هذا التماهي المستجد إحياء ذكرى عاشوراء الذي شهدته اليمن للمرة الأولى في تاريخها هذا العام. فجماعة الحوثي تأسست على يد حسين بدر الدين الحوثي عام 91، الذي اعتبر التجربة الخمينية مثالاً يجب اتباعه. ففي محاضرات كان يلقيها على أتباعه أفصح الحوثي عن رؤية تنسجم مع الرؤية الخمينية للعالم، إذ اعتبر أن السنة مهزومون عبر التاريخ. كيف رد كبار علماء الزيدية في هذا العصر على اختطاف الحوثية من الأب بدر الدين إلى الابن حسين، أو الشهيد حسين كما يقولون غائب كهف مران، إلى عبد الملك، النسخة الأكثر تخيمنا من بني أبيه، تخيمن فكري وسياسي وتنظيمي؟ كبار علماء الطائفة الزيدية أصدروا بياناً في عام 2004 أوضحوا فيه تعارض أفكار حسين بدر الدين الحوثي مع أفكار المذهب الزيدي. وأوضح العلماء في بيانهم الذي وجهوه إلى أبناء الطائفة الزيدية الأفكار المتطرفة التي تضمنتها الملازم التي تنتشر بين أتباع الحوثي، مبجلة الخمينية الإيرانية ومنضوية بالكامل تحت مشروعها الثوري. كبار علماء الزيدية اتهموا الحوثي بالضلال، مثل هذه المحاضرة للشيخ أحمد عبد الرزاق الرقيحي وهو أحد كبار علماء الزيدية. أن كبار علمائنا أصدروا بيانا فندوا آراءه وما يقوله. علماء الزيدية شددوا على وجود خلاف فكري وعقائدي واسع مع الحركة الحوثية في الوقت الذي تعتبر فيه الحوثية جماعة متشددة تتبنى الأفكار المذهبية الأكثر تطرفا وتنضوي تحت المشروع الإيراني التثويري. أما المذهب الزيدي فيعد أحد أكبر المذاهب القريبة من الشيعة وقريبة من السنة كذلك، والتي عرفت بالاعتدال والانفتاح الفكري. كما قلنا، الاتجاه الزيدي العام يملك حيوية ومرونة كبيرة في داخله، حتى من بين علماء الزيدية، ولك أن تتخيل من بينهم من صار مجددا في الفقه والفكر
في الإطار السني طبعا وفي الإطار الزيدي قبل ذلك، فصاروا بحق خارج سجن المذاهب، كل المذاهب، من أبرزهم ابن الأمير الصنعاني والعلامة المقبلي طبعا والعلامة ابن الوزير. العالم الشيخ محمد الشوكاني أحد أبرز علماء اليمن وفقهائها، نشأ بصنعاء في أسرة دينية، تلقى معارفه الأولى على والده وكبار مشايخ بلدته شوكان، وحفظ القرآن الكريم كاملا وجوده، اهتم بكتب التاريخ والأدب. شهد الشوكاني خلال حياته مرحلة تفكك البلاد الإسلامية، وعايش الصراعات المذهبية والطائفية والقبلية التي عرفها المجتمع العربي ومجتمع اليمن بصفة خاصة. تفقه الشوكاني على مذهب الزيدية، إلا أنه لم يلبث أن تخلى عن التقليد والتمذهب، وأصبح لا يتقيد بفرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب، بل اعتمد اعتمادا مباشرا على الكتاب والسنة، وأصبح من المجتهدين في البحث عن الحكم الشرعي والرأي العقائدي من خلال الأدلة والبراهين لا عن طريق التقليد والتلقين. حين نتناول الجانب التاريخي للزيدية فنحن نتوخى هدفين: الأول أن نستوعب مع بعضنا لمحة عن الخلفية التاريخية، فنحن ما زلنا كلنا كعرب ومسلمين ما زلنا نكرر حديث التاريخ. والثاني أن نرى هل يمثل الحوثي الانقلابي اليوم هوية المذهب أو الاتجاه وثقافته ومصالحه أيضا. بخلاصة كاشفة، الحوثية هي غير الزيدية وإن تناسلت منها، وسبق أن تفاكرنا هنا حول هذا الأمر، وها نحن نعيد التفاكر من مكان آخر وبتطورات أخرى، ويا لحديث التاريخ. قال الإمام العلوي الهاشمي المجتهد الزيدي محمد ابن إبراهيم الوزير في داليته الشهيرة: والكل إخوان ودين واحد، كل مصيب في الفروع ومهتدي. إلى اللقاء.